تعالوا نروح لتقرير حول مجمع البحوث الإسلامية اللي بيعمل ندوة مهمة جدا عن جهود مجلة الأزهر في النهوض باللغة العربية ودعم الهوية الوطنية. نشوف التقرير ونرجع نكمل الكلام. الحقيقة اللقاء اليوم لقاء هام مهم جدا، على اعتبار أنه يهتم بأحد المقومات الأساسية للهوية المصرية العربية الإسلامية. فلا يوجد دولة في التاريخ لا تمثل اللغة لها أهمية قصوى في عملية التلاحم وعملية التماسك الاجتماعي وعملية الارتباط من أجل المستقبل. وبالتالي النظرة إلى بلادنا العربية، واعتبار أن 24 نصف سكانها تقريبا في سن 24، يعتبر أمل كبير جدا في مستقبل أفضل لنا كلنا جميعا، إذا أضيف إليه الصغار أيضا. وبالتالي مستقبلنا مستقبل مشرق بإذن الله إذا اهتممنا بالتعليم اهتماما قويا جدا. لا أستطيع أن أقول الفصحى، لأن الفصحى لغة هؤلاء المتخصصين تخصصا دقيقا. أما حين أتحدث بلغة عربية سليمة ما استطعت إلى هذا سبيلا، فهذا يجعل الأمر سهلا وبسيطا ومريحا وممكنا. بداية دعني أقدم الشكر لمولانا صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة وكيل الأزهر الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الدويني، وفضيلة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الأستاذ الدكتور نظير عياد على دعمهم للقاء اليوم ولكل اللقاءات التي تعقدها والندوات التي تعقدها مجلة الأزهر الشريف. فأتى العنوان من جهود مجلة الأزهر الشريف في دعم اللغة العربية والهوية الوطنية، والحمد لله عبر مقالاتها وأعدادها التي ربط على 1000 عدد في مجلة الأزهر الشريف ما وردت فيها كلمة واحدة باللغة العامية، بل كانت لغتها فصيحة صريحة تفيد المجتمع والقارئة والناظرة إليها. ومن أهم التوصيات التي توصلنا إليها اليوم أن تكون اللغة العربية هي لغة الحوار، وهي لغة الصحافة، وهي لغة المذياع، وهي لغة المحاورات التلفزيونية حتى يستفيد منها أبناؤنا. أولا ينبغي علينا أن نبدأ بالمعلم. المعلم لابد أن يعلم تعليما جيدا، لابد أن يكون الأساتذة أيضا لا يستعملون إلا اللغة العربية. حين يستعملون اللغة العربية ويلقون محاضرتهم بها، هنا سنجد أن الطلبة يستسيغون الحديث أيضا باللغة العربية. ونحن نذكر أن هناك كان برنامج افتح يا سمسم يقال في الدول العربية أو يذاع في الدول العربية في التلفزيون، وكان الصغار من سن 2 و3 يتابعونه ويفهمون ما يقال عنه. إذن اللغة العربية ليست صعبة وليست عصية على التعامل بها، وإنما نحن المقصرون في ذلك.